عايزه اتكلم معاك بقى عن البطوله واللقطات الحلوه اللي شفناها. ما هي الفرحه بقى، احنا لازم ندخل في الفرحه طبعا. جنب التحليل واللقطات اللي يمكن لفتت نظرنا امبارح، تيشيرت بيبو رقم 10 طبعا. شفت اللقطه دي ازاي؟ خصوصا انه دايما احنا متعودين على الاهلي، اللعيبه كلها يعني بتتربى على المبادئ وعلى القيم وعلى الاخلاق واحترام الكبير، والصوره معانا اهي على الشاشه. قد ايه فعلا اللقطه دي كانت فرحة لوحدها في المباراة، يعني بعيد عن الفوز، شفتها هو لعبت النادي الأهلي الحقيقة مقدرين جدا أن الكابتن محمود الخطيب الأسطورة والرمز عنده متاعب صحية كبيرة، ومع ذلك بيبقى مصر أن هو يكون معاهم في المهمات الصعبة وفي المباريات الكبيرة اللي هي بتبقى فيها ضغوط عصبية كتير قوي، فوجوده الحقيقة بيبقى مؤثر جدا بشكل إيجابي. أنا فاكر لما لبسوه كلهم طبعا، راحوا لبسوه الميداليات في كأس السوبر مع نادي البركان في الدوحة، كانت لقطة هايلة صراحة، كانت لقطة جميلة. فهم تعودوا أن يبقى فيه لمسة وفاء للكابتن محمود الخطيب مع كل لقب بيحرزوه. لقطة طبعا كانت جميلة قوي، لقطة الشناوي امبارح طبعا اللعيبة كلهم متفقين عليها، وقبل كده كان اللقطة اللي عملها وليد سليمان بتاعت أن هم يلبسوه الميداليات كان ابتداها وليد سليمان. فده لا شك ان ده وفاء من اللعيبه للكابتن محمود الخطيب، اللي هم حاسين بالمجهود اللي بيبذله معاهم وكمان بالمتاعب الصحيه اللي عنده الحقيقه. يعني احنا بنتمنى له كل السلامه، وهو يعني بيبقى عنده دور كبير قوي معاهم. شايف برضو اللقطه دي استاذ حمدي وهم بيكلموا مؤمن زكريا في الطياره، مؤمن زكريا طول الوقت في القلب، يعني في القلب وبندعي له وربنا يشفيه. شايف صورته الحقيقه، يعني الفرحه تحس فرحتهم ما بتكملش غير بمؤمن زكريا. صحيح، وهو كمان متواصل ومتفاعل معاهم على طول، وبيتمنى لهم التوفيق في كل مباراه. وبيعجبني قوي ان هو يعني دايما هو بيقولوا عليه الغائب الحاضر معاهم. البطوله اللي فاتت علشان كانت النهائي بتاعها في مصر كان مؤمن زكريا في الملعب، اما البطوله دي فطبعا هو ربنا يشفيه، عنده بعض المتاعب الصحيه اللي كان السفر هيرهقه طبعا. يعني هم كانوا عايزين ياخدوه معاهم، لكن الحقيقه ربنا يديله الصحه، يعني ظروفه الصحيه ساعات ما بتسمحش بالسفر، فكويس ان هم يتواصلوا معاه على طول ويهدوا له اللقب. دي مساله بترفع من روحه المعنويه طبعا، وبتساعد في علاجه، بتاثر فينا احنا طبعا. يعني احنا شخصيا فهو بتفرق معانا بكل تاكيد، هو كمان بيتاثر بشكل ايجابي جدا، ودايما بيعملوا المساله دي مع كل بطوله بياخدوها.